حدث مهم لانه مناسبه لعرض واحد المواصفه قياسيه مهمه كتتعلق بصحه المياه يعني التي يقوم المعنيين الامر بانتاجها وعرضها للاستهلاك. هذه المواصفه علاش مهمه؟ هذه المواصفه لانك تعتمد واحد المقاربه السباقيه، لان المواصفات عاده كتكون مواصفات اللي كننتظروا النتائج النهائيه من اجل تقييم هذا المنتوج واش مطابق للمواصفات ولا لا، بدون يعني يكون عندنا امكانيه للتاثير التاثير القبلي. هذه المواصفه كتعطينا واحد المقاربه، واحد المقاربه السباقيه اللي كتجعل المعنيين من الامر يحدوا جميع المخاطر في في في, في السلسله ديال انتاج هذه المياه، ويعني ويقومون بوضع واحد مجموعه من العمليات من اجل التحكم في هذه المخاطر والخروج بواحد المنتوج اللي كيكون مهم. المهمه ديال هذه المواصفه، الاهميه ديال هذه المواصفه كذلك، انها ما كتهمش فقط واحد الزبون، واحد المنتج، وانما كتهم المستهلك اللي هما المواطنين بصفه عامه واللي ما كيعرفوش المنتوج اللي معروض عليهم. ولهذا هذه المواصفه كتعطيهم واحد كتطمئنهم بان المنتوج اللي كيتعرض عليهم انه تم الانتاج في واحد الظروف اللي كتاخذ بعين الاعتبار الصحه والسلامه ديالهم. كذلك هذه المواصفه مهمه بالنسبه للسلطات العموميه اللي معنيه بمراقبه الجوده ومراقبه الصحه والسلامه ديال المياه، لانها كتعتمد على واحد المواصفه مبنيه على اهم الممارسات الدوليه في هذا المجال، وكتعطيها واحد الثقه في يعني في الوسائل اللي كتستعملها. هذه المواصفه مهمه كذلك بالنسبه للمعنيين الناس اللي كينتجوا هذه المياه، بان هذه المواصفه كتدخل واحد المقاربه تشاركيه، لانها تم اعتماد المواصفه ماشي فقط من قبل الاداره وفرضها على المواطن ولكن على المنتج، ولكن هذه المواصفه تم اعدادها في واحد الاطار ديال التراضي بمشاركه جميع الاطراف بما فيهم المنتجين من اجل الاخذ بعين الاعتبار في جميع الاكراهات. واستطعنا في نهايه المطاف نخرجوا بهذه المواصفه اللي غيجعلهم تكون سهله عليهم، لان عندهم هالتجارب وعندهم هالثقافه ديال ادماج يعني تدبير جميع المهام في التدبير. ولهذا هذه المواصفه غتكون كعنصر اضافي لواحد طريقه العمل اللي عندهم يعني عندهم متعودين العمل بها، ما غتشكلش واحد الثقل عليهم. وغتكون واحد المناسبه في هذا اليوم من اجل تحسيس الفعاليات الاخرى والشركاء الاخرين باهميه هذه المواصفه، من اجل اننا يكون عندنا هذا المرجع اساسي، ماشي فقط كمرجع يعني نظري نقوم باللجوء اليه في كل وقت، ولكن كمرجع ضروري انه كيستافدوا منه المواطنين، السلطات والمستهلكين بصفه عامه. ضمن هذا اللقاء في ليداك في اطار جوده الماء، لان ليداك كانت سباقه في انها دير واحد المشروع باش نديروا معيار ديال سلامه الماء، لو بي جي اس اس او، لو بلان دو جيستيون سيكوريتي سانيتير دو لو. هذا المعيار الهدف منه هو اننا نخدموا على جميع المخاطر اللي كتعلق بجوده الماء. هذا اللقاء كان مهم، لاننا ليداك بوحدها يمكنهاش تكون فاعله بوحدها في منتوج في اطار سلامه الماء، ولهذا كان اجتماع جمعنا فيه جميع الفاعلين في هذا الاطار، وكانت فرصه باش نديروا حوار ونقاش حول هذا الموضوع، وكنظن كان اجتماع اللي هو ناجح.